ان وليد سليمان خاتم السحر في ايديه، نفس اليوم يطلع جورنان يقول لك وليد سليمان يتمسك بالمشاركه اساسيا في القمه وانه في ازمه. ده جورنان يومي كاتب، وزي ما قلنا لكم هدفنا في الغربال مش عايزين نحرج حد، هنجيب المنشور ومش هنشيل حتى الاسم الجورنان على او اسم الموقع على الاقل كمرحله اولى، عشان كل واحد يراجع نفسه وكل واحد بيفتكر ان هو بيكتب في الضلمه يعرف ان الدنيا منوره قوي. والله انا كنت فاكرك هتقول لي وليد سليمان يتمسك باللعب بالخاتم. يعني هي كان لازم تمشي كده. تخيلوا ان وليد سليمان الراجل الكبير المنضبط قوي اللي كل الناس فرحانه بسلوكه ما ينسبش في حاله، فيطلع جورنان بعنوان كبير منشط يقول لك وليد سليمان عامل ازمه وزعلان وبيشترط انه يلعب في القمه اساسي، علشان لو الظروف الفنيه ادت الى انه يبدا اساسي وهو يستحق انه يبدا اساسي مع المنتخب مش بس مع الاهلي، يقول لك اهو الازمه جابت نتيجه، مع انه كل الناس عارفه سلوك وليد وانضباط وليد والتزامه، لكن وليد سليمان يتمسك بالمشاركه اساسيا في القمه. طيب تقف عند كده؟ لا، تروح لجورنان تاني. الاصابات تضرب الاهلي قبل القمه، محسن يبدي غضبه من الجلوس على الدكه. مروان محسن هو اخر زعلان وعايز يبدا اساسي.